طبعا وزارة التربية والتعليم هدفها الأساسي هو وصول جميع الطلاب إلى التعليم، تعليم شامل ومنصف وجيد، جودة تعليمية جيدة في مهرياتنا، هذا هدفنا الأساسي. نحن نسعى إلى إخراج جيل متسلح بالعلم، لكن للأسف الشديد هذه الجماعة منذ سيطرتها على 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 العاصمة صنعاء وبعض المحافظات هي تريد أن تنشئ هذا الجيل بما يواكب هواها وأفكارها الطائفية، وبالفعل هناك مرت 9 سنوات وهذه 9 سنوات هي خطيرة جدا صحيح. على المجتمع اليمني وعلى المجتمع الإقليمي، هناك جيل متخرج الآن ربما نقول 50% من هذا الجيل تسلح بهذه الأفكار، ربما 50% الآخر لديه أفكار أخرى من خلال أولياء الأمور الذين يرفضون هذه الأفكار الطائفية، ولكن إن صح التعبير وكان هناك 50% أو 30% فهي كارثة. نحن أمام أكثر من 5 مليون طفل لدى هذه الجماعة، وهذا وهو يعني انذار خطير للمجتمع المحلي والمجتمع الاقليمي اذا تسلح هذا الجيل بهذه الافكار الطائفيه، وبالتالي يجب ان يكون هناك تدخل كبير. ونحن في وزاره التربيه والتعليم ناشدنا المنظمات الدوليه المعنيه بالعمل التعليمي كاليونيسف واليونسكو والاليسكو، ناشدناهم برسائل رسميه حول تحريف المنهج وحول ملشنه العمليه التعليميه، ولكن هذه الجماعه لا تؤمن لا بقرارات دوليه ولا باتفاقيات محليه.